مرحبا وكيف الحال؟ يعد الفيتامين بي 12 من الفيتامينات الأساسية اللي جسمك ما بيقدر ينتجها، والوسيلة الوحيدة إنك تأخذها من خلال أكلك ورجيمك اليومي. ونقص هذا الفيتامين له أضرار وأعراض كثيرة ما بتبين إلا مع الوقت، ومشكلة إنه ازدياد هذه الأعراض ممكن بالنهاية تؤدي لتلف الجهاز العصبي والشلل لا سمح الله. فإذا بدنا نعرف إيش هي أعراض نقص الفيتامين بي 12، أكيد رافقوني بعد الفاصل وراجعي ويلا. مرحبا، وهينا رجعنا، واللي ما بيعرف معك احمد سماره، وانت حاليا على قناه سماره ستيتو لايف، القناه المهووسه في كل ما يتعلق بالرجيم الكيتوني والصيام تقطع. حلقتنا اليوم حلقه جديده، اكيد رح نحكي فيها بموضوع شيق علمي واكيد جديد، الا وهو موضوع نقص الفيتامين بي 12 واعراض نقص هذا الفيتامين. فيعد الفيتامين بي 12 احد عائله الفيتامين بي اللي هم مؤلفه من 8 اعضاء، وهو من اكثر الفيتامينات تعقيدا وهو من اكبرها. وهذا الفيتامين فيتامين أساسي بالنسبة لجسمنا، إسنشيال فيتامين، لا يستطيع جسمك بأي حال من الأحوال تصنيعه، فبنحصل استهلاكك له من خلال طعامك. فضروري الواحد يحصل الفيتامين بي 12 دائما من خلال أكله، حتى يضمن أنه ما يدخل في الأعراض اللي بنحكيها في هذه الحلقة. وكما أنه الفيتامين بي 12 مهم جدا في جسم الإنسان، لأنه بدخل في جزء كبير من العمليات الحيوية اللي لا يمكن الاستغناء عنها. فيعد الفيتامين بي 12 كوفاكتور أو عامل مساعد في تصنيع الأحماض الأمينية الموجودة في جزيئات الدي ان اي الموجودة في نواة الخلية. عشان هيك بيساعد الفيتامين دي على استكمال نمو الكريات الدم الحمراء ونضوجها بطريقة سليمة في نخاع العظم. أضف إلى ذلك إنه الفيتامين بي 12 له دور أساسي في المحافظة على الميلين شيت، اللي هي الغلاف الميلين الموجود حوالين الأنسج الألياف العصبية في الخلايا العصبية، بالإضافة إنه بدخل في عملية تصنيع. فإذا صار الواحد عنده مشاكل في الفيتامين بي 12 حينعكس سلبا أكيد على صحته. أضف إلى ذلك إنه عمليات الأيض المرتبطة في الفاتي أسيدز أو الأحماض الدهنية والبروتينات تتأثر سلبا في نقص هذا الفيتامين. عشان هيك خلينا نحكي عن أهم 10 أعراض بتصيب الشخص إذا كان عنده نقص في الفيتامين بي 12. فخلينا نبلش مع أول هذه الأعراض اللي هو الخدران والتنميل على أطراف الإيدين والأرجل، وفي حالات سيئة بتوصل لأنه الخدران بصير على الوجه. فمن المعروف أن الفيتامين بي 12 مسؤول عن صيانة والحفاظ على الأنسجة والألياف العصبية وتصنيع الميلين شيتس أو الغلاف المغلف بهذا هاي في الأكسون في الأعصاب. ففقدانك لهذا الغلاف وعدم إعادة تصنيعه والحفاظ عليه بصفي السيال العصبي بطيء، لأنه هذا الميلين شيت بتسرع السيالات العصبية وبتخليها تقفز من مكان لآخر، من عقدة لأخرى، من عقدات ترانفير. أما العرض الثاني اللي واضح أنه أنت عندك يكون نقص في الفيتامين بي 12، أنه لسانك يكون متماثل زيادة عن اللزوم، منفوخ وأكبر من حجمه الطبيعي، ومزعجك لكبر حجمه. عادة هذا بيكون مؤشر قوي جدا على نقص الفيتامين بي 12. أما العرض الثالث لنقص الفيتامين بي 12 وهو الإعياء المستمر والإرهاق وعدم القدرة على القيام بوظائفك، ما عندك طاقة يعني. فهذا الفتيك موجود أصلاً في أكثر من نقص، بس لكن من الأشياء اللي تسبب هذا الأعراض برضو نقص الفيتامين بي 12. أما العرض الرابع، فإذا أنت بتحس أنه ذاكرتك صارت على قدك وفي عندك بطء بالتفكير وضعف في التركيز، فهذا دليل أنه عندك نقص حاد في الفيتامين بي 12، فمباشرة روح لطبيبك وخليه يفحص لك الفيتامين بي 12. أما النقطة الخامسة المرتبطة في هذا الموضوع اللي هو عدم القدرة على الوقوف بشكل متزن والمشي بطريقة طبيعية. فاللي بكون عندهم نقص في الفيتامين بي 12 مع استمرار هذا النقص بيصير عندهم مشكلة في الاتزان والانتصاب في الوقوف بطريقة ممتازة، وبتلاقي الناس بلاحظوا أنه هو عماله بمشي بترنع، يعني ما بقدر يحافظ على مشية طبيعية. النقطة السادسة انه بكون عندك شعور بعدم الارتياح، في اشي مضايقك، جسمك مش مرتاح، هذا من اعراض برضو نقص الفيتامين بي 12. اضف الى ذلك النقطة السابعة اللي هي بكون في عندك طنين في الاذن مستمر لفترة طويلة، وهذا الطنين مرتبط لانه عندك مشاكل في الاعصاب، ومن هذه الاعصاب مستقبلات السمعية الموجودة في الاذن عندك، فوقتها برضو ممكن يكون نقص فيتامين بي 12. أما النقطة الثامنة اللي برضو متعلقة في وظائف الدماغ،
فالاكتئاب وشعورك بالحزن والتشويش بشكل عام مرتبط بنقص الفيتامين بي 12، أكيد مرتبط بأعراض تانية غيرها، بس من أعراض الفيتامين بي 12 برضو الاكتئاب. أما النقطة التاسعة فهو عطب عام في الجهاز العصبي وارتباطه في العضلات بالإضافة للصداع وألام الصدر. فممكن توصل الواحد مرحلة في نقص الفيتامين بي 12 إنه يصير فيه اهتراء في الجهاز العصبي، فبالتالي ممكن يوصل لمراحل متقدمة للشلل العصبي، بطل الشخص قادر يتحرك. أما النقطة العاشرة فهي البرنيشس أنيميا، أي فقر الدم الخبيث. وفي هذا النوع من فقر الدم بيكون في مشكلة في نمو خلايا الدم الحمراء في نخاع العظم، فبكون حجم خلية الدم الحمراء مش طبيعي، أكبر من حجمها، فبالتالي بتكون في قصور في وظائفها اللي ممكن تقوم فيها، اللي هي أهم إشي نقل الأكسجين. فبيختلف هذا النوع من فقر الدم إنه ما بيرتبط بنقص الحديد أو الهيموغلوبين في الجسم، وإنما في عجز خلايا الدم الحمراء عن الوصول لحجمها وتنضج بطريقة صحيحة بسبب نقص وجود المساعد في عملية إنمائها أو تكبيرها أو نضوجها اللي هو الفيتامين بي 12. وهون بكون في عنا تشابه بين أعراض نقص الفيتامين بي 12 والأنيميا الخبيثة، لأنه الفيتامين بي 12 نقصه هو اللي بيعمل الأنيميا الخبيثة البرنيشس أنيميا. ولأنك وصلت للنقطة العاشرة بدي أعطيك 2 بونس من الأشياء اللي ممكن تكون سبب في فقر الدم اللي عندك. إذا كنت أنت بتاكل لحوم قليل، وكنت أنت اتبعت النصيحة بأنك تصير نباتي، واللي نصحك ما نصحك بأنك تأخذ الفيتامين بي 12 الغير موجود في النباتات، فوقتها هو نصحك نصيحة ناقصة، ونتيجة أنك بتأخذ أكل نباتي أو أنت فيجيتيريان أو فيجن، أنت عندك نقص حاد في فيتامين بي 12. فوقتها يا بتصير تأكل لحوم، يا بتروح على الصيدلية بتأخذ فيتامين بي 12 واستشير طبيبك حتى تفحص وتشوف إيش النتيجة. الشغلة الثانية، إذا عندك أنت دائما حموضة وارتداد مريئي في الحمض المعدة أو عندك نفخة وغازات، فهذا دليل ممكن أنه حموضة المعدة عندك أقل من اللازم. يعني فعندك حموضة الدم المفروض تكون بين 1 و3، بكون أنت عندك قاعدية معدتك أكثر، فبالتالي ما في آلية لامتصاص الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 بده حموضة عالية في المعدة، فإذا كان عندك نقص حموضة راح ينتج عنه اللي هو ارتداد المريئي ومشاكل في الهضم والغازات. فبالنهاية شفت المعلومات بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، ولا تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وبأكيد لا تبخل علي أحمد سمارة بأنك تعمل لايك، فلأن تشجيعكم بستمر. وأهلا وسهلا فيكم في عالمنا الرائع في الفيسبوك، عالم سمارز كيتو أند فاستينج بلانيت، وبتقدروا تتابعوني أكيد في السناب شات والإنستغرام، وأكيد بشوفكم في الحلقات الجاي، وبأمان الله ومع السلامة. باي.